في الليلة الستين قالت شهرزاد للملك شهريار: بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب قال للمزين: إنك قاتلي في هذا اليوم. فأجابه المزين قائلا: يا سيدي، أنا الذي تسميني الناس الصامتة لقلة كلامي دون إخوتي. ثم بدأ يحكي لي أسماء إخوته الست، فلما زاد علي بالكلام رأيت أن مرارة فطرت، وقلت للخادم: أعطه ربع دينار وخله ينصرف عني لوجه الله، فلا حاجة إلي بحلقة رأسي. قال المزين حين سمع كلامي: يا مولاي، ما أظنك تعرف بمنزلتي، فإن بين يدي تقع رؤوس الملوك والأمراء والوزراء والحكماء والفضلاء. فقلت: دع ما لا يعنيك، فقد ضيقت صدري. ثم قال: أظنك مستعجلا. فأجبت: نعم. ثم قال: تمهل على نفسك، فإن العجلة من الشيطان، وهي تورث الندامة والحرمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الأمور ما كان فيه تأنن. وأنا والله شغلني أمرك، فأشتهي أن تعرفني ما الذي أنت مستعجل من أجله، ولعله خير، فإني أخشى أن يكون شيئا غير ذلك. قلت لها: بالله عليك اسكت، فقد فتت كبدي. فأخذ الموسى وسنه كما فعل أولا، ثم حلق بعضا من رأسي وقال: أنا مهموم من عجلتك، فلو أطلعتني على سببها لكان خيرا لك، لأنك تعلم أن والدك ما كان يفعل شيئا إلا بمشورتي. لما علمت أن مالي من هذا المزين خلاص، قلت في نفسي: قد جاء وقت الصلاة، وأريد أن أمضي قبل أن تخرج الناس من الصلاة، فإن تأخرت ساعة لا أدري أين السبيل إلى الدخول إلى الصبية في بيتها. فقلت: أوجز ودع عنك هذا الكلام والفضول، فإني أريد أن أمضي إلى دعوة عند أصحابي. لما سمع المزين ذكر الدعوة قال: يومك يوم مبارك علي، فالبارحة حلفت علي جماعة من أصدقائي ونسيت أن أجهز لهم شيئا يأكلونها، وفي هذه الساعة تذكرت ذلك ووافضيحته منهم. قلت: لا تهتم بهذا الأمر، فكل ما في داري من طعام وشراب لك إن أنجزت أمري وعجلت حلاقة رأسي. فأجاب المزين: جازاك الله خيرا، صف لي ما عندك لضيوفي حتى أعرفه. فقلت: عندي 5 أوان من الطعام، وعشر دجاجات محمرات، وخروف مشوي. فقال: أحضرها لي حتى أنظرها. فأمرت الخادم بذلك. لما عاينها قال: بقي لله درك الشراب. فقلت: عندي. فقال: أحضره. فأحضرته لها. فقال: لله درك ما أكرم نفسك، لكن بقي البخور الطيب، فأحضرت له درجا فيه ندا وعودا وعنبرا ومسكا يساوي 50 دينارا. وكان الوقت قد ضاق حتى صار مثل ضيق صدري. فقلت لها: خذ هذا واحلق لي جميع رأسي بحياة محمد. فقال المزين: والله ما أخذه حتى أرى جميع ما فيه. فأمرت الخادم ففتح له الدرج، وجلس المزين على الأرض يقلب الطيب والبخور والعود حتى كادت روحي أن تفارق جسمي. ثم تقدم وقال: والله يا ولدي، ما أدري كيف أشكرك، لأن دعوة اليوم كلها من بعض فضلك، وليس عندي ما يستحق ذلك. فقلت: اقضي شغلي فقط، وأسير أنا في أمان الله تعالى، وتمضي أنت إلى أصحابك، فإنهم ينتظرون قدومك. فقال: ما طلبت إلا أن أعرفك بهؤلاء القوم، فإنهم من أولاد الناس الذين ما فيهم فضولي، ولو رأيتهم مرة واحدة لا تركت جميع أصحابك. فقلت متبرما: أنعم عليهم الله بسرورك بهم، ولا بد أن أحضرهم عندي يوما. ثم أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.